ضم إلينا عبر سكايب من هيرفورد السيد حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني. سيد حسين، برحب بك على شاشة إكسترا نيوز. يعني بداية، إذا أردنا أن نعنون ربما هذا اللقاء الروسي الألماني، يعني بما نصفه؟ مساء الخير يا فندم، على حضرتك وعلى المتواجدين في الاستوديو وعلى المشاهدين. طبعا الزيارة حاليا زيارة مهمة جدا، لان هي الاولى من نوعها بعد منذ عدة اعوام كان منقطع مثل هذه الزيارات من هذا النوع. وده طبعا بسبب ان، او لو هندي عنوان زي ما قلت حضرتك، ان روسيا بتلعب حاليا دور مهم جدا لو في مجال او طريق لحل الازمات المتواجده حاليا في منطقه الشرق الاوسط. وده بيرجع طبعا لعلاقاتها القويه جدا مع ادارات الدول اللي متواجد فيها الصراع. الزياره المره دي مش هتكون بخصوص القضيه الاوكرانيه او الصراع الاوكراني، ولكن هتكون بخصوص الازمه السوريه والازمه الليبيه، وايضا الاوضاع الحاليه اللي بتلعب فيها دور ايران طبعا بعد الاحداث الاخيره. بوتين قدر في الفتره الاخيره انه يضع نفسه كشريك قوي جدا لاي حد بيسعى لحل هذه الازمات. وطبعا اوروبا وخاصه المانيا، سواء كدوله مستقله او كدوله لها دور قيادي في الاتحاد الاوروبي، عندها رغبه كبيره جدا في الاستقرار، سواء في ايران بسبب طبعا الملف النووي، او في سوريا بسبب ازمه اللاجئين، وايضا في ليبيا بسبب الصراع المتواجد حاليا والدور اللي بتلعبه ليبيا في البحر المتوسط، وايضا كمان كبوابه للهجره غير الشرعيه لدول الاتحاد الاوروبي او للي عايز يروح لدول الاتحاد الاوروبي. وايضا بعد ما كان في تداول اخبار عن نقل مجاهدين او بقايا بعض الجماعات المتطرفه الى ليبيا، اللي ممكن في اي لحظه من خلال الصراع ده انها تقدر تتوجه. يعني اصلا سيد حسين، منذ البدايه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشاره الالمانيه انجلا ميركل كلاهما اعلنوا عن واعربوا عن قلقهم من إذا ما يحدث في ليبيا. يعني كيف من الممكن أن تساهم هذه الزيارة في تخفيض والحد من الأوضاع في ليبيا؟ ما فيش حل من وجهة نظر الشخصية هيتم إلا بمشاركة روسية، وألمانيا عندها رغبة كبيرة جدا أنها تحل الأزمة الليبية، وعايزة تنسق قريب جدا لقاء دولي مع قادة العالم اللي بيلعبوا دور أو اللي ليهم دور مؤثر في القضية الليبية. ولما ألمانيا أعربت عن رغبتها دي، كان في زي إشارة من روسيا أن عندها استعداد هي كمان تساعد أو تشارك أنه يبقى في حل لمنع نشوب طبعا حرب بالوكالة اللي هيبقى لها أبعاد كبيرة جدا على المنطقة. وبالتالي كان من الضروري ان ميركل تروح لبوتين ويبدأوا في تجهيز النقط المهمة جدا او خريطة عمل اللي بناء عليها يتم النقاش في الاجتماع اللي هيتم تنسيقه قريب مع القيادات اللي ليها دور او اللي ممكن تقدر تلعب دور في حل الأزمة الليبية. يعني سيد حسين، انت تتوقع ان ربما هذه الزيارة ستكون سياسية بشكل خالص، يعني لن يكون اي اتفاقات عن اي علاقات ثنائية بشكل آخر خارج إطار حل مشكلات الشرق الأوسط؟ طبعا هيكون في بعض النقط التانية، ولكن مش هي دي المحور الأساسي للزيارة، لأن روسيا شريك مهم جدا لألمانيا، ويعتبر مصدر مهم جدا للمواد الخام، سواء في المواد الخاصة بالطاقة، غاز طبيعي إلى آخره، أو مواد أخرى سواء من عندها أو بتجيبها وتوردها لألمانيا. يعني طبعا دايما بيبقى القضية دي أو النقطة دي موجودة في كل مباحثاتهم أو لقاءاتهم، ولكن القضية الأكبر اللي هتكون في الاجتماع ده أو اللي هيتم من النقاش عنها هي حل الأزمة الليبية، اللي ممكن تأثر تأثير كبير جدا على دول الاتحاد الأوروبي وعلى منطقة الشرق الأوسط. ولو وصلت المرحلة أن يكون في هناك حرب بالوكالة أو استغلال الجماعات المتطرفة أو بقايا الجهادين طيب سيد حسين أن هم يروحوا لأوروبا.